لبحث تداعيات ما يجري، لكن في الاونه الاخيره لانشغال الامتين العربيه والاسلاميه بما يجري في ساحاتها من مشاكل ما يسمى بالربيع العربي او غيره، ولانقسام الشعب الفلسطيني على نفسه، كل ذلك كانت عوامل تشجع اسرائيل لأن تقوم بمخططاتها الخبيثة لتهويد المدينة المقدسة وتقسيم المدينة الأقصى زمانيا ومكانيا. وأنا أريد أن أوضح تقسيمه زمانيا ومكانيا. مكانيا هي إسرائيل تريد أن تجعل لها مكان في المسجد الأقصى كما عملت في حرم إبراهيم في الخليل. زمانيا منذ فترة ومنذ قامت باستدائها المسحور على اخواننا في غزه، اسرائيل يوميا ومن ذلك الوقت لغايه اليوم اسرائيل تغلق بوابات المسجد الاقصى وتمكن اطعام المستوطنين بحمايتهم. تريد ان تسيطر سيطره كامله على الجزء الاخر، الجزء الشرقي من المدينه المقدسه، بعد ان استولت على الجزء الغربي وقامت دولتك، تريد ان تسيطر على المدينه بكاملها، تريد ان تهجر الفلسطينيين منها، وذلك بفرض الضرائب عليهم والتلكين والاضطهاد ومنعهم من اعمار بيوتهم الايله بالسقوط نتيجه لقدمها، منع الطلاب من الوصول الى مدارسهم، منع المرضى من الوصول الى المستشفيات لاطلاق العلاجات فيها، عمليات القتل والاغتيالات التي تقوم بها بحق المقدسيين والقرى المجاوره للمدينه المقدسه، ما ذلك الا بفرض سياسه الامر الواقع ودب سياسه الرعب في نفوس الفلسطينيين، لان هذا الفلسطيني يتنازل عن حقه في الحياه من اجل الدفاع عن المقدسات، من اجل الدفاع عن شرف الامتين العربيه والاسلاميه.